عربيا لعلكم تعقلون. أضواء البيان، البرنامج يكشف عن أسرار العربية والبيان من خلال القرآن الكريم وكلام البلغاء، كما أنه ينبه على بعض الأغلاط الشائعة ويعرض إلى طائفة من الفتاوى اللغوية. أضواء البيان يأتيكم مباشرة الخميس عند الرابعة عصرا، ويعاد الأحد عند الحادية عشرة صباحا. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. استمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أضواء البيان، وفيه نسلط الضوء على أهمية اللغة العربية في المجتمع. يسرنا أيها الإخوة الكرام أن نكون معكم في هذا اللقاء، وأبدأ بتحيتي لكم. أنا محمد القرني، وأخي من الإخراج أيضا مصطفى الصحفي. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية في مكة المكرمة، وأستاذ علمي القراءات والتفسير بجامعة أم القرى، وخطيب جامع الزايدي التخصصي في مكة المكرمة، الذي نأنس ونسعد بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز، وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا المستمعين الكرام. أهلا وسهلا بكم. أيضا أنتم إخوتي الكرام بإمكانكم المشاركة المباشرة معنا من خلال الأرقام 6477117، والرقم الآخر 6493028، مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب لمن أراد أن يبعث برسالة نصية على الرقم 0500 42 21 21. فحياكم الله. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نأتي إلى سورة من سور القرآن العظيم، بعدما ختمنا في الدروس الماضية الآيات والوقفات والفوائد فيما تيسر من سورة قاف. ولعلكم الشيخ عبد العزيز الآن تأتون إلى سورة الذاريات كما تحدثتم في الحلقة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخير نبي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. نعم، نشرع اليوم بعون الله تعالى وتوفيقه وتسديده وتأييده في سورة الذاريات، وهذه السورة من سور المفصل كما علمنا من قبل، لأن المفصل يبدأ من سورة قاف أو من سورة الحجرات، وهي سورة مكية، والعلاقة بينها وبين سورة قاف علاقة واضحة، لا سيما إذا ربطنا بين أول سورة الذاريات وآخر سورة قاف، فإن آخر سورة قاف فيها الكلام عن الحشر وعن البعث، بقوله واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. فالكلام هنا عن البعث، وكذلك ما جاء في أوائل هذه السورة من الإقسامات، فهو إقسامات على ما وعدوا به أو أوعدوا به من البعث والنشور، وهذا في قوله تعالى والذاريات ذروة فالحاملات يسرا فالجاريات يسرا المقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وهذه السورة كما علمنا من أغراضها الكلام عن البعث، ثم بعد ذلك بيان حال المشركين وأنهم في قول مختلف، وأن موعدهم هو يوم القيامة، ثم بعد ذلك
جرى الكلام عن المؤمنين المحسنين والمتقين المحسنين، ثم بعد ذلك جاءت إقسامات أيضا تدل على قدرة المولى سبحانه وتعالى، وذكر الله تعالى أحوال بعض الأمم السابقة، وذكر قصة إبراهيم وعاقبة قوم لوط، وكذلك ما جاء في الكلام عن موسى وفرعون وعاد وثمود ونوح، وعاد الكلام مرة أخرى إلى الكلام عن قدرة المولى سبحانه وتعالى في والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون. ثم ذكر الله تعالى في هذه السورة الغرض من خلق الإنس والجن، والغاية من ذلك وأنهم خلقوا ليعبدوه وحده سبحانه، ثم رد العجز على الصدر بعد ذلك، فكان الكلام أيضا عن مآل الكافرين وعن يومهم الذي يوعدون، لأنه ذكر يومهم الذي يوعدون بقوله إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، وفي قوله إنكم لفي قول مختلف وفق عنهم من وفق، وترى الخراصون الذين هم في غمرة ينساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون، فهذا هو يومهم الذي يوعدون الذي جاء في آخر آية في هذه السورة. ومن القراءات الواردة في الآيات الأولى التي سوف نعرض إليها في هذه الدقائق الغالية، قرئ شذوذا الحاملات وقرأ بالفتح على المصدر، وقرئ فالجاريات مع القراءة السبعية والقراءة المتواترة وقرأ. صحيح. نعم. وهنالك قراءة في يسرى فالجاريات يسرى بالضم، هذه قراءة مضطردة في مثل هذا لأبي جعفر، إنه يضم السين اليسر والعسر والنكر ونحو ذلك، وهي لغة كما عرفنا من قبل. المولى سبحانه وتعالى في هذه السورة أقسم بأربعة أشياء، وهي الذاريات ذروة، الحاملات وقراء، الجاريات يسرى، المقسمات أمرا. وهذه السورة هي إحدى السور التي افتتحت بالقسم، والقسم كان معظما لدى العرب، ولهذا جاء القرآن على مقتضى كلامهم، لكنه جاء بأفصح كلام وأبلغ كلام، كان من شأنهم أنهم يعظمون القسم، فقد يختلف الاثنان في شيء أو الخصمان في شيء، ثم بعد ذلك لا يأتي أحد منهم بدليل يقنع الآخر، أو يأتي بدليل لكنه لا يقنع الآخر، فيلجأون بعد ذلك إلى القسم. فجاء القسم في القرآن في هذه السورة وفي غيرها على ما كان معهودا لديهم، ثم إن القسم هنا لم يأتي خاليا، لم يأتي مجرد قسم، وإنما كان أيضا متضمنا للقدرة الإلهية العظيمة التي تبين أن الله تعالى هو الذي أقدر هذه الأشياء، أو الذي سخرها ليكون منها هذه الأمور التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى. ويأتي القسم في القرآن مرة في أوائل السور في آية واحدة نحو السماء والطارق، وأحيانا يكون أول عصر إن الإنسان لفي خسر، وأحيانا يكون بقسمين نحو الليل والضحى والليل إذا سجى، وأحيانا يكون في ثلاثة، وأحيانا يكون في أربعة كما هو هنا، وأحيانا يكون في خمسة في بعض، والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، هذه خمسة، وأحيانا يكون أحد عشر كما بينا ذلك، وهو أقصى ما جاء في القرآن الكريم على أحد التفسيرات في والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها إلى آخره. نعم. إنه قد جاء في هذه السورة 11 قسما متتالية، فأقسم الله تعالى بالذاريات، والذاريات قيل هي الرياح، وهذا هو القول الأشهر،
وهو الذي ثبت عن علي بن أبي طالب، فإنه فسر هذه الأشياء فسر الذاريات بالرياح، وفسر الحاملات بالسحب، وفسر الجاريات بالسفن، وفسر المقسمات بالملائكة. فالذاريات، نعم الذاريات هي الرياح، هكذا قال بعضهم، وقال بعضهم بل هي الكواكب. وهذا من ذرى إذا أسرع ذرى يدرو إذا أسرع، وقال بعضهم إنها الملائكة، وقال بعضهم إن المراد هو رب الذاريات، وهذا في كل الإقسامات الموجودة في القرآن، فإن الله تعالى أقسم بمخلوقاته، ولله تعالى أن يقسم بما شاء. والإقسام في القرآن، إقسام المولى سبحانه وتعالى في القرآن يدل على هذا الأمر، وهو أن لله تعالى أن يقسم بما شاء، وهذا أمر لا كلام فيه. والأمر الثاني هو الدلالة على قدرة هذه، على أن هذه الأشياء أمور ذات شأن عظيم. ولهذا قال في مكان آخر: وإنه قسم لقسم لو تعلمون عظيم. ولكن هذا القول فيما يظهر أنه ضعيف، الذي هو القول بأن المراد ورب الذاريات ورب الحاملات ورب الجاريات وربي، لو كان ذلك لقال ذلك. نعم الشيخ عبد العزيز، هنا وقفة، عفوا، يعني إذا أذنت، فيما يتعلق بالآية التي ذكرتموها: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هل يأتي هذا يعني أو ينسحب على كل الإقسامات الموجودة في القرآن؟ نعم، كل قسم من الله تعالى هو قسم عظيم، سبحانه، سواء كان الشيء، يعني هي تتفاوت هذه الأشياء في عظمتها، ولكن هي كلها عظيمة. فهو القسم هو عظيم، القسم نفسه عظيم، المقسم به هو مخلوق من مخلوقات الله، وهو ذو شأن بلا شك، وذو عظمة مناسبة له، ولكن العظمة تتفاوت. فكل شيء في خلق الله هو دليل على عظمة الله تعالى وقدرته. نعم، حتى خلق الذباب فيه عظمة أيضا، وفيه ما يدل على عظمة المولى سبحانه وتعالى، بل ما يسلبه الذباب، لأنه لا يستطيع أحد أن يستنقذه منه، وهذا كله دليل على قدرة المولى سبحانه وتعالى. فهذا الظاهر، والله أعلم، أن هذا اللفظ عام يدخل فيه كل الذاريات، ولكن الرياح هي المتبادر، فهو يدخل دخولا أوليا، أو هذه الأشياء تدخل دخولا أوليا. القول بأنها الكواكب هو قول يحتمل، لكنه أيضا استعمال ذرى في الكواكب في اللغة العربية ما وجدت أنهم يستعملونها في الكواكب. نعم يوجد في اللغة العربية ذرى يذرو بمعنى أسرع، ولكنه غير ظاهر. أما أنه الملائكة فهذا ممكن. على كل حال، نحن على هذا القول الذي يفيد العموم. وكذلك في قوله فالحاملات، طبعا مادة ذرى فيها معنى التفرق، التفرقة، يعني فيها كما تقول ذرى الحبة، وذرى الله الخلق لغة في ذرى ويذروهم، وتقول ذرت الرياح أو الريح، ذرت الريح التراب، معنى أنها فرقته وطارته. ويقال في اللغة ذر الشيء بمعنى طار في الهواء. وكذلك الظبي، يقال ذرى الظبي، وأي أسرع. وفي اللغة العربية أيضا ذرى يذري كدرى يدري، بمعنى شاب، بمعنى شيخ شاب يعني نعم، يعني تفرق شعره وأصبح منه أبيض ومنه أسود. والشيء سقط، سقوط تفرق أيضا، ذرى يذري. نعم طيب. نعم، الظاهر أنه ذرى يذرو، إذا كان بمعنى سقط فهو ذرى يذرو. نعم،
وذرى الشيء يذريه، هذا كسره. ويقال في اللغة العربية أيضا ذريت لحيته، إذا ذريت ذلك من ذرى إذا شاب يذرو، ذريت لحيته شابت. والذرة هو الحب المعروف، والذروة هي على الشيء، قد لا تدخل في هذه المادة التي هي مادة التفرق ويكون لها أصل آخر، والذروة بكسر الذال أو فتحها أو ضمها، على حد ما أشرت إليه في مهب ودب وفلفن فأقطب يا بني وذروة وقل وعاها أذني. لك أن تقول ذروة أو ذروة أو ذروة، كذلك قطب فأقطب يعني فاء الكلمة، فنعم تقول قطب الرحى أو قطب الرحى أو قطب الرحى، قطب وقطب وقطب. إذا كان هذه مثلثة مثلثة فمعناها أنه يجوز فيها الحركات الثلاث، نعم، والمعنى لا يتغير كما ذكرت. أحيانا يتثلث اللفظة والمعنى يتغير، كما سيأتي مثلا معنى في فالحاملات يقرأ في، فقد ذكر طيب. ذكر صاحب المثلث الذي هو ابن مالك لهذه المادة، ذكر فيها بيتين، وذكر أيضا الحاملات الشيخ أو ذرع هنا في الحاملات، لا في الحاملات طيب. حتى نأتي للحاملات الشيخ في 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 قوله والذاريات، في أيضا في قوله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا، لا تلك من وذرة، أي تلك من وذرة، تلك من وذرة وليس من ذرع، وهذه من ذرع، ذرع عندنا ذرع أو عندنا ذرع وفيه وذرة، طبعا هذا أصل المادة، وذرع قليل في اللغة أو لا يكاد يوجد، بعضهم أنكره فقالوا هذا الفعل اللي هو يذر وذر لا يأتي منه إلا الماضي والمضارع، وأما المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والماضي فإنه لا يأتي منه، فماضيه ترك، نعم صحيح، فترك فتقول متروك، يعني في متروك في الأقصد في اسم المفعول وفي وذر هكذا، نعم، وتقول ترك في الفعل يعني. وبعضهم يقول إنه وجد قليلا جدا وذرا، وكذلك ودعا، وإن كان الودع جاء في اللغة العربية وجاء في الحديث النبوي ينتهين أقوام عن ودعهم والدعاء، سبحان ودع الله. نعم هذا ورد، لكن الظاهر أنه قليل جدا، خير إن شاء الله، فهذا هو الفرق. إذن هذا معنى الذاريات ذروة، وذروة مصدر. طيب. ثم قال عفوا شيخ، الذاريات هنا ماذا تذرو إذا قلنا الملائكة أو الرياح؟ إذا كانت الرياح تذرو السحاب لأنها تفرق، المادة تدل على التفرقة. طيب. فالله قال والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، تثير سحابا أي تفرقه. طيب. ويمكن أن يكون بمعنى التلقيح، أنها تلقحه، ولأنها تلقي فيه أشياء، وهذه أمور متفرقة. وفي سورة الكهف فأصبح هشيما تذروه الرياح أي تفرقه، جاء هذا الوصف للرياح وصفا دقيقا، يعني هي وصفت الرياح بأنها تذرو، إذن هي ذارية، هذا من عملها يعني، هذا من عملها، وهذا من مرجحات سبحان الله أن يكون التفسير ها هنا للذاريات أنه بمعنى الرياح، إنها ولهذا قلنا حينما نأخذ بالعموم ونقول إن هذا اللفظ يشمل كل الذاريات، فالرياح لهذا الأمر تدخل دخولا أوليا، ولما جاء أيضا في التفسير المأثور عن علي بن أبي طالب وغيره في هذا الأمر. في قوله عز وجل والذاريات هنا كما تحدثت الشيخ أيضا في قوله عز وجل في موضع آخر وأرسلنا الرياح لواقح، يعني لماذا يقسم الله بالرياح حينما تذرو، حينما تلقح، حينما تفعل هذه الأمور التي هي من شأنها ومن صميم عملها في هذا الوجود؟
طبعاً القوم كانوا متعلقون بالرزق وبأسباب الرزق، وقد قال الله تعالى في هذه السورة: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالمولى سبحانه وتعالى يخبرهم بأن رزقهم الذي يأتي هو يأتي من الماء، والماء يأتي من السحاب، والسحاب تلقحه الرياح وتسوقه الرياح أيضا. وهذا أدل في قلوبهم طبعا على القدرة الإلهية، وعلى أدل أيضا على النعمة الربانية، وأن الله تعالى يعني أنعم عليهم. فهو يستدل عليهم بنعمه التي لو تفكروا فيها لكان ذلك دليلا على أن الحقيقة بالعبادة والوحدانية هو المولى سبحانه وتعالى وحده. نعم. إذن هذا معنى قولي: والذاريات ذروة ثم قال: فالحاملات وقرا. الحاملات وقرا يحتمل أن يكون المعنى الرياح أيضا، لأن هي التي تحمل السحاب، ويحتمل أن يكون السحب. طيب، والظاهر أن الحاملات كل الحاملات، والسحب هي الداخلة في ذلك دخولا أوليا، لأنها هي التي تحمل شيئا ثقيلا، كما قال سبحانه: وينشئ السحاب الثقال. ينشئ السحاب الثقال، فهذه السحب هي تحمل المطر، ففيها شيء ثقيل، ولهذا قال: الحاملات وقرا. وقرا أي شيئا ثقيلا، أنه في اللغة العربية من فقه هذه المادة طبعا هنالك الوقر وهنالك الوتر، ووقر هذا سيأتي إن شاء الله في النظم وأذكره. الوقر جاء في القرآن: في أذانهم وقر وفي أذاننا وقر، وهو ثقل في السمع، أو ذهاب السمع بالمرة. بفتح الواو يا شيخ؟ هذا بفتح الواو، نعم وقر. طيب، وهو المصدر أيضا وقر، ولهذا جاءت القراءة الأخرى أيضا في القراءة الشاذة. وأما الوقر فهو الحمل الثقيل. من العجيب أن ابن سيدة وله كتاب في المثلث، وقلده في هذا ابن مالك ولم يشر إليه غيره، أن الوقر هو الحمل الثقيل الذي يكون على ظهر الدابة سوى البعير. أيوة، الحمل الذي يكون على البعير لا يقال، نعم، على البغل والحمار ونحو ذلك. ولهذا قال في المثلث، قال: والصدع مع ثقل الأذن وقر، والصدع مع ثقال الأذن وقر، وحمل ما سوى البعير وقر. قال: وحمل ما سوى البعير وقر. ووقر وإن تشاء، فوقر جمع وقور للتصابي آبي. الصدع مع ثقل الأذن هذا يقال له وقر، وكذلك الصدع يعني الصدع وثقل الأذن. وحمل ما سوى البعير وقر. بعد ذلك: ووقر وإن تشاء، فوقر جمع وقور، يعني جمع وقور، وقر أو وقر. هذا جمع وقور، وهو من كان آبيا للتصابي، يعني الإنسان الرزين الوقور. الوقور جمعه وقر أو وقر، يعني ثقيل في تصرفاته. نعم. أو في نعم، عنده تؤدة وأنا ورزانة في تصرفه وفي قوله وفعله وحركته. هذا ذكره ابن سيدة أو ابن مالك؟ هذا الذي ذكره ابن مالك نقلا عن ابن سيدة، يعني نظم نثر ابن سيدة، لأنه لم أجده لغيره، ولكن من باب التوسع يقال أيضا لما يحمله البعير هو حمل، وهو أيضا إذا كان يحمل شيئا ثقيلا وقر. فهذه اللفظة هي تشمل كل ما كان يحمل، حتى السفن داخلة في هذا، والطائرات أيضا داخلة في هذا إذا كانت تحمل أشياء ثقيلة.
وهي تحمل بلا شك أمورا تكميلة، ولو كانت الطائرات موجودة حتى الجاريات أيضا، جاريات يسرى لو كانت موجودة في ذلك الزمان لكانت أعجب من السفن، أنهم فسروا الجاريات بأنها السفن على ما يرونهم. نعم، ولو كانت الطائرات موجودة في ذلك الزمان أو القطارات أو بعض الأشياء التي هي أيضا من عجائب القدرة الإلهية لذكروها أيضا على أنها أيضا داخلة في هذا المعنى، بل هي كما ذكرت هي أعجب كونها تجري في الفضاء أيضا، تلك تجري على البحر ما هي تجري في الفضاء، هي جارية أيضا وهي حاملة إن شئت. أما القويذر، قويذر أيضا له نظم اسمه نيل العرب، المجمع الآن قائم على تحقيقه وسيصدر قريبا جدا ما شاء الله، أنه خرج محققا منقحا إن شاء الله على أحسن وجه، ما شاء الله على أحسن وجه ممكن طبعا. أي يقول وثقل استمع جلوس وقرو، زاد في زيادة الآن مع أنه نظم في بيتين وذلك في بيتين، لكنه زاد على ما ذكره الممالك. طيب. وثقل استمع جلوس وقر، والصدع والحمل الثقيل وقر، جمع وقور أي رزين وقر، ولشياه وصفت بالصغر. يعني ثقل السمع والجلوس والصدع كله يقال له وقر، والحمل الثقيل يقال له وقر، ثم قال جمع وقور أي رزين وقر، وكذلك الشياه الصغيرة يقال لها وقر، شياه وقر أي صغيرة، ولهذا قال والشياه وصفت بالصغر. طيب في قولنا وقر فلانا أو وقر من هو أكبر منك، يعني نعم هو من هذا، يعني يعني لا تكن طائشا عليه، كن رزينا في الكلام معه، ولأن التوقير معناه بجله وعظمه. صحيح. وهذا لا يكون أيضا إلا بأن لا يطيش الإنسان معه في كلامه ولا في تصرفه، والمادة قرآنية وتوقروه وتسبحه بكرة وأصيلا. والوقار كما ذكرنا هو الرزانة والسكينة، وفي اللغة العربية التيقور أيضا الوقار ومنه الفأر. نعم. طيب. وقال وقر الرجل، إن هذا وقر الرجل ككرمة وقارا ووقارة. طيب. نعم نعم هذا هو. حل. ثم إذن فالحاملات وقراء، الحاملات وقراء، وقراء محول به الحاملات لأنه اسم فاعل، أي حاملات الحاملات أي حاملات وقراء، لكن هنا لما تدخل أل خلاص يصبح بعد ذلك ما بعده منصوبا، الحاملات وقراء. نعم. ثم قال بعد ذلك شيخنا بارك الله فيك، هل يمكن أن يكون الحاملات يقرأ هنا النساء حينما يحملن؟ كذلك ممكن يأتي في هذا، يعني ممكن أن يكون هذا. نعم، لكن يعني دائما المتبادر هو الذي يدخل دخولا أوليا، ثم بعد ذلك لا مانع من توسع أن يشمل اللفظ كل حامل، كل حامل أو كل حاملة، وإن كان النساء يعني الأصل في وصفهن أن يقال الحوامل، لأن المفرد حامل والجمع حوامل، وحاملة جمعها حاملات وحوامل أيضا، لأن الحاملة تحتاج إلى تاء فارق، وكذلك المرضع والحائض والطالق ونحو ذلك، والقاعد أيضا من النساء وبينا ذلك، فلو كان ذلك لكان اللفظ الحوامل، فالظاهر أنهن يدخلن على معنى الوصف لا على معنى الشيء الخاص الذي هو الحمل الذي يكون في البطن، الذي قدني إلى هذا قول عز وجل وإن تدع مثقلة إلى حملها، فظننت أن الثقل مثله مثل الوقر أو الوقر.
لا هو ان تدعو مثقلة يعني مثقلة بالأوزار. الله المستعان. نعم، وان تدعو مثقلة بالأوزار إلى حملها الذي تحمله على ظهرها يوم القيامة لا تحمل منه نعم، فلا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، فإنه لا يحمل أحد عن أحد ولا يغني نفس عن نفس. نعم، لا ينفع الإنسان إلا عمله في ذلك اليوم. نعم استعان. نعم، هذا معنى قوله فالحاملات يسرا. ثم قال فالجاريات يسرا، فسرها علي بن أبي طالب بأنها السفن، ويمكن أيضا أن يكون الرياح أيضا لأنها تجري، الرياح أيضا تجري في الفضاء. وجاء أيضا وصفها بالجري لقوله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رقاء حيث أصاب، فهي أيضا جارية جارية. ووصف بها السفن في قوله تعالى إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية، وأيضا والفلك التي تجري في البحر، فهي موصفة أيضا كذلك بالجري. وأول ما يدخل في هذا دخولا أوليا هي السفن بلا شك، والرياح يمكن أيضا أن تكون بذلك داخلة. وكما قلنا الوسائل المعاصرة الآن كالطائرات والقطارات غير ذلك من الأشياء التي تجري في الفضاء أو في الأرض، كل ذلك أيضا من الجاريات يسرى، هو من تيسير المولى سبحانه وتعالى. نعم. والإعراب إعراب يسرى هو مصدر أو هو صفة لمصدر محذوف تقديره فالجاريات جريا يسرا، لأنها تجري بسهولة، هذا هو الظاهر في هذا الإعراب. وهذه الإقسامات الأربعة المقسم عليه بعد ذلك، إذن المقسم هو الله، المقسم به هو هذه الأشياء الأربعة، المقسم عليه الذي هو جواب القسم هو إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ومن الواضح العلاقة بين القسم والمقسم عليه، وهذا جار في جميع ما جاء في القرآن الكريم لمن تأمل في كل الإقسامات التي جاءت في القرآن، هناك علاقة بين القسم والمقسم عليه. فمن جهة هذه الأشياء تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وكذلك البعث ودال على قدرة الله. وأيضا من جهة أخرى أن الله تعالى يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، ثم بعد ذلك المطر ينزل إلى السماء فتنبت الأرض ويحيي الله الأرض بعد موتها. وكذلك أيضا هذا البعث إنما هو أحياء للناس بعد موتهم. وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم بيان العلاقة بين هذا وبين هذا، أو تشبيه هذه تلك الحياة أو ذلك الإحياء بإحياء الأرض بعد موتها. ولهذا قال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. يعني هنالك من نظر للمسألة أيضا نظرا عقليا أو في تركيب هذه الإقسامات، فقال الذاريات هي الرياح، ثم بعد ذلك ترقى إلى الحاملات وهي السحب، ثم الجاريات وهي الكواكب، ثم المقسمات وهي الملائكة وهي أعلى منها. وهذا القول ذكره ابن القيم على ابن تيمية، يعني بدأ بالرياح ثم جاء بما فوقها حسيا، يعني حسيا وهي السحب، ثم بعد ذلك بما فوقها وهي الكواكب التي هي الجاريات، ثم بما فوقها وهي الملائكة عليهم السلام. فجاء على هذا الترتيب المنطقي، لكن الترتيب ليس بشرط، إنما هو وجه حسن، على كل حال وجه حسن، والقول بالعموم هو الأحسن في هذا. نعم شيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، لعلكم تأذنون بفاصل قصير ثم نكمل إن شاء الله وإياكم هذا الحديث. نعم بارك الله فيكم.
حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى إلى البرنامج أضواء البيان مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية في مكة المكرمة. حياكم الله الشيخ عبد العزيز مرة أخرى. حياكم الله وسهلا. أهلا وسهلا بكم. وقفتم شيخنا عند تفسير فالمقسمات أمرا من سورة الداريات ثم أتيتم إلى قوله عز وجل إنما توعدون لصادق. تفضل بارك الله فيك. نعم المقسمات كما قلنا الملائكة وقيل الرياح. المقسمات هي التي تقسم الأرزاق أو تقسم الحظوظ. الله تعالى يعني أوكلها بذلك وجعلها هي التي تتولى ذلك. لذلك الملائكة هي التي تكتب الرزق والأجل وتكتب الشقاء والسعادة في بطن الإنسان، تكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. فهذه المقسمات لهذه الأمور هي بإذن المولى سبحانه وتعالى، وكما والله تعالى يقسم بين الناس رزقهم وحظوظهم كما يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعضهم سبحان من قسم الحظوظ فلا عتاب ولا ملامة أعمى وأعشى ثم ذو بصر وزرقاء اليمامة. الله جميل. نعم هو يقسم الحظوظ كما يشاء، هذا أعمى وهذا أقل منه قليلا أعشى وهذا ذو بصر وهذه زرقاء اليمامة تبصر من بعيد أكثر من 6 على 6 إن صدقت زعماتهم. الله أكبر. في هذا تنظر مسافة 3 أيام الشيخ كما يقال في يقال في التاريخ ما بعدي، لكنه قول قيل الله أعلم. القول الآخر أنها أيضا المقسمات هي الرياح، ما هي التي تقسم هذا الأمر، فهي التي تثير السحاب إلى مكان معين، أن الله تعالى يبسطه في السماء كيف يشاء ويصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يصيب ب يعني بهذا من يشاء، يصيب بذلك المطر من يشاء ويصرفه عن من يشاء، وهذا يكون بناء على حمل الرياح لتلك السحب لأنها تسوقه إلى مكان معين، إلى جنوب الأرض أو إلى غربها أو إلى شرقها أو إلى شمالها. وهذا لا شك أنه من التقسيم وأنه من القسمة الربانية التي يريدها الله سبحانه وتعالى. والأقرب أنها الملائكة فهي التي تدخل في ذلك دخولا أوليا وبعد ذلك نقول بالعموم. الجواب القسم إنما توعدون لصادق. نعم الشيخ عبد العزيز بارك الله فيك، يعني هنا فقط وقفة في قوله عز وجل فالمقسمات، هناك فرق بين المقسمات والمقسمات؟ نعم أقسم بمعنى حلفة. نعم وقسم الشيء ثم قسمه بمعنى أنه فرقه والقراءة هنا لابد أن تكون لابد القراءة هنا في السين أن تكون بالتشديد في المقسمات. نعم لابد أن تكون المقسمات بتشديد السين. لابد أن يكون ذلك بهذا المعنى. خير إن شاء الله. إنما توعدون لصادق، أي إن الذي توعدونه لصادق، وما هنا موصولية ويحتمل أن تكون مصدرية. وفي القرآن أظنها جاءت موصولة، إنما توعدون موصولة. عندك المصحف؟ أمامي المصحف. نعم جاءت موصولة صح؟ إنما توعدون لصادق هكذا. مفصولة ولا موصولة؟ لا متصلة. الألف قريب من التاء. لا إنما إنما كلها إنما. كلها كلمة واحدة. إنما كلمة واحدة. نعم نعم كتابة ما واحدة. مع إن نعم إنما هكذا. نعم الأصل إذا لم تكن للحصر أن تكون مفصولة، لكن هكذا جاءت في المصحف العثماني جاءت متصلة، لأن إذا كتبت مع ما الموصولة تكون ما وحدها وإن وحدها. فإذا كانت الحصر مثل إنما الأعمال بالنيات، إنما الله إله واحد ونحو ذلك، فهذه تكون موصولة. هذا في قواعدنا. أما قواعد الرسم العثماني فهي مختلفة. طيب. إنما توعدون للصادق، إنما توعدون
يحتمل أن يكون هذا من وعد ويحتمل أن يكون من أوعد وهو الظاهر، يعني من أوعد إنما توعدون لصادق، أن الوعيد يكون في العذاب والوعد يكون في الخير والإعاد يكون في الشر، والفعل هنا لا يتبين حينما يأتي بهذه الصيغة، يمكن أن يكون من وعد ويمكن أن يكون من أوعد. فهذا الوعيد يحتمل، إذا قلنا المراد الوعد فكل يعني هو وعد الله حق، ما وعد به فهو حق كله بغض النظر عن كونه خيرا أو شرا، فيكون من باب الوعد. مع أنه جاء الوعد أيضا في القرآن، وعد هكذا من غير أوعد حتى في الشر، أو وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. نعم، فهذا الوعد والوعيد في الدنيا أو في الآخرة، والظاهر أن المراد هو الوعد وعيد الآخرة. أما ما جاء في ما الوعيد الذي كان في الدنيا فهو ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يجعل عليهم سنين كسني يوسف، وجاء في ذلك فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أو البطشة الكبرى التي كانت في يوم بدر، وهو من العذاب الأدنى الذي كان في الدنيا، أو هو ما يعدون به من العذاب أو من البعث، من البعث والجزاء والحساب في يوم القيامة. ولهذا قال إنما توعدون لصادق، ثم قال وإن الدين لواقع. عفوا شيخ عبد العزيز، في قوله تعالى إنما توعدون لصادق، لماذا ذكر اسم الفاعل هنا من كلمة صدق وجعله على اسم الفاعل؟ هنا إما قال المفسرون إما أن يكون معنى لذو صدق، يعني هو ذو صدق يوصف بأنه ذو صدق، أو هو جاء على الأسلوب المعروف بالإسناد المجازي العقلي في نحو عيشة الراضية، ونحو نهاره صائم ونهر جار ونحو ذلك، فوصف الوعد بأنه لو نطق لكان صادقا، وهذا من البلاغة في لغة العرب. واللام هنا شيخ ما هي؟ لام الابتداء. نعم، وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر. إني لوزر، نعم. وإن الدين لواقع، هذا معطوف على ما قبله، والدين في المراد به ها هنا هو الجزاء والحساب، لأن الدين في اللغة العربية يأتي بمعنى الجزاء والحساب، ومنه قوله تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء والحساب. ومنه وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين، فسره بعد ذلك في يوم لا تملك فطرة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، هذا هو يوم الجزاء والحساب. ويأتي الدين بمعنى الملة التي هي الإسلام، يقال دين وشرع وشريعة وصبغة وملة، كل ذلك بمعنى متقارب. ويأتي أيضا الدين بمعنى العمل، ومنه قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، أي لعملي ولكم عملكم، كما جاء في آيات أخرى. والدين يأتي بمعنى الحكم والسلطان والقضاء، كما قال سبحانه وتعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في حكمه سلطانه. ويأتي بمعنى الطاعة، ومنه قوله تعالى ولا يدينون دين الحق، يعني لا يطيعون طاعة الحق. هذه المعاني التي جاءت لهذا اللفظ. ويأتي الدين أيضا في اللغة العربية بمعنى العادة، وهنالك من له يعني توسع في هذا في هذه المعاني. ولعلنا نقف عند هذه الآية إنما توعدون للصادق وإن الدين لواقع، ثم بعد ذلك نستأنف إن شاء الله في الأسبوع القادم من قوله والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف.
خير إن شاء الله. وندع المجال للأسئلة إن كان هنالك أسئلة، وإلا تكلمنا عن بعض الأشياء الأخرى. خير إن شاء الله. شيخ عبد العزيز، فيما يتعلق ب كما ذكرتم في قول عز وجل إنما توعدون لصادق، وذكرت بأن هنالك الرسم فيما يتعلق برسم المصحف، هنالك رسم أيضا موجود في سورة الأعراف في الآية 18، قول عز وجل قال اخرج منها مذموما مدحورا. الرسم هنا كيف يا شيخ؟ مذؤوما، أي هنا مكتوب مذؤوما. نعم مذؤوما، الصحيح مذؤوما يا شيخ. إيه هذا ما له علاقة بالرسم، هذا في كل رسم هو يكون بهذه الصورة، لأنه ما هو رسم أو هو صورة لمذموما صورة أخرى، ليس صورة أخرى، لا هذا مذؤوم ومذموم، اللغة العربية مذموم يقال مذموم ويقال مذؤوم. نعم يقال في اللغة العربية أيضا الذأم هو الإثم. نعم. إذن لعلكم شيخنا تأتون إلى أمر آخر فيما يتعلق باللغة العربية في مجمع اللغة مثلا. نعم نعم، بالمناسبة اليوم بإذن الله تعالى بعد الساعات يصدر العدد 20 من مجلة اللغة العربية العلمية المحكمة، وهذا العدد يضم 5 أبحاث أو 6 حقيقة، العدد ليس بيدي الآن لكنه سيصدر اليوم، لأن المجلة تصدر في السنة 3 مرات، يعني تصدر كل 4 أشهر، الواحد من شهر ذي القعدة في أول شهر ذي القعدة، ونحن اليوم في غرته، وكذلك في غرة بعد ذلك عندك ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر، غرة ربيع الأول، ثم في غرة رجب، هي تصدر في هذه الأزمنة الثلاثة، لأنها تصدر كل نعم، وفيها بحوث علمية محكمة، وأحيانا يكون فيها مقالات، وفيها طائفة من أخبار المجمع، وأحيانا يكون فيها بعض القرارات، وإن كان هذا العدد لا يشتمل على شيء من القرارات ولا على شيء من التنبيهات لكثرة البحوث أيضا، وهنالك أيضا خبر آخر يتعلق بالمجمع، وهو أن المجمع بحمد الله تعالى شرع في تنفيذ مشروع كبير جدا، ولعل نهايته ليست محدودة، وهو تسجيل الكتاب الناطق، والمشروع اسمه الكتاب الناطق، بمعنى أن المجمع سيسجل الكتب العلمية، وسيبدأ بالمدرسية والجامعية أو بالجامعية والمدرسية، يسجلها بصوت متميز في أدائه وفي إيقاعه وفي جماله أيضا وعذوبته، يسجل عادي يعني بكلام عادي من غير لحن، ويكون التسجيل وقد بدأنا في ذلك، ونسجل الآن في اخترتم المراحل يا شيخ الابتدائية. نعم في نعم نعم، وشرعنا في ذلك، ويكون التسجيل بحضرة لجنة علمية ما شاء الله، بحيث لا يكون هنالك خطأ، حتى بعد التسجيل أيضا يخضع التسجيل إلى مراجعة من جديد، مراجعة وتصديق مرة أخرى، حتى بعد ذلك يصدر الكتاب سليما معافى، ولعله يكون أحسن حتى من المطبوع، لأن المطبوع قد يكون فيه بعض الأخطاء، أما هذا إن شاء الله لا يكون فيه شيء من الخطأ، ومعلوم أن الحاجة قائمة للتسجيل للسماع، لأن كثيرا من الناس أولا ذاكرته سمعية، وهنالك أيضا من الناس من فقد البصر فهو يعتمد على السماع، وأيضا هنالك من يقرأ ولكنه يقرأ بلحن ويخطئ، فيحتاج إلى أن تكون القراءة صحيحة سليمة، وكذلك أيضا نراعي في التسجيل أيضا حينما يسجل المسجل أن يقرأ قراءة تفسيرية أو ما يشبه التفسير، لأن الوقف له أثر في بيان المعنى، فهو يراعي الوقوف ويراعي الإيقاعات المناسبة في الاستفهام مثلا أو في التعجب أو في الخبر أو نحو ذلك،
هذا مشروع إن شاء الله. ما شاء الله، فتح الله عليكم الله. شيخ عبد العزيز، يعني هذا المشروع مفيد وخطوة رائعة جدا، نعم لكن نعم كيف يتم التوصل إليه بعد الإنتاج؟ نعم، بعد ذلك نحن سننشره إن شاء الله، ننشر ما سجلناه تباعا شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يكون بين يدي الناس الله سهلا وفقكم بإذن الله. الله. قبل الختام، هذا متصل يريد أن يشارك معنا، الأخ شاهر، حياك الله يا شاهر. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. أهلا وسهلا، حياك الله. مساكم الخير، حياك. أمسي عليكم وأمسي على إذاعة نداء الإسلام ومستمعينها الكرام في كل مكان، معكم أخوكم شاهر الظاهري من القصيم. حياك الله أخي شاهر. أسأل فضيلة الشيخ عبد العزيز، شيخ عبد العزيز، في قول الله تعالى على لسان موسى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أنا بحثت يا شيخ عبد العزيز عن معنى كلمة أتبعك ولم أتوصل يعني إلى معنى دقيق للكلمة، فتأملت فيها وفسرتها يعني تفسير حبيت أخذ رأيك فيه. أتبعك يعني أخدمك، هل أخدمك على، لأن على للشرط مثل ما تعرف يعني مثل ما هو معروف، هل أتبعك، هل أخدمك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أبي تعليقك الشيخ عبد العزيز حول هذه الجملة، على حول هذا الاجتهاد. المعنى السؤال الثاني شيخ عبد العزيز الله يسعدك، في قول يعني في كثير من التفاسير أنا لاحظت أنهم فقهاءنا الأجلة المفسرين يعني في غالبهم لا تكون اللغة العربية لغة والأصلية، فيكون التفسير قريب إلى الحرفية. يعني هل ممكن الشيخ عبد العزيز نفسر بشيء اسمه روح اللغة؟ على سبيل المثال يقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. طبعا يعني اللي نفهمه حتى في كلامنا العامي، مثلا أنت شيخ عبد العزيز ممكن تقول اليوم مواقع التواصل أشغلت الناس. طبعا أنت شيخ عبد العزيز لا تقصد اليوم الخميس مواقع التواصل أشغلت الناس، أنت يعني أنه مفهوم أنه في هذا الوقت في هذا الفترة أو كذا. هل من الممكن أننا نفسر بهذه الروح بهذه الأسلوب؟ وهل اللغة العربية شيخ عبد العزيز بصفتك أحد أعلام اللغة المعاصرين هل له شيء اسمه روح اللغة؟ ما وراء الأحرف، ما وراء الكلمات؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا أستاذ محمد والشيخ عبد العزيز والمستمعين وأسرة البرنامج، وأن يحمي بلادنا من كل سوء، والسلام عليكم. اللهم جزاك الله خير. الوقت أخذنا الشيخ عبد العزيز الحقيقة، ولكن لكم أن تجيبوا على هذه المداخلة. وسؤاله الثاني كبير، ولكن بالنسبة لي نعم، بالنسبة لسؤاله الأول هذا أتبعك، نعم هل أتبعك، يقول هل يمكن أن نفسره على معنى هل أخدمك؟ لا، بهذا أيضا تفسير حرفي، لكن روح اللغة الذي يريده هو هذا، أن نقول معنى هل أتبعك، هل أكون يعني تأذن لي أن أكون تابعا لك؟ والتابع خلاص سيكون من لوازمه أو من مقتضياته أنه يسمع ويطيع، سيكون تبعا له أو تابعا له. طيب. يسمع ويطيع، إن قال له افعل أو قال له لا تفعل فإنه يكون تابعا له، ومن مقتضيات ذلك أن يخدمه لو قال ناولني هذا أو افعل هذا أو هذا. فهذا هو المعنى العام الذي يدخل فيه ما يريده هو، لأنه لو فسرنا على معنى أخدمه فقط فإن هذا سيكون تخصيصا لأحد المعاني أو اللوازم التي تقتضيها هذه اللفظة. أما ما ذكره من روح اللغة فهذا هو الأصل، أن يكون أن يراعى في ذلك المراد والجوهر، ليس أحد المعاني أو المعنى الأولي، ولا يراد أيضا المعنى الذي يريده ذلك اللفظ، لأن اللفظ له غاية. إذا كان المعنى الذي هو الغاية ليس موجودا فهذا قد ذهبت روحه، كل شيء له روح، لا بد من مراعاة روح اللغة العربية. لكن الحذر من شيء آخر، وهو أن نذهب إلى تفسيرات إشارية أو باطنية مثلا، أو أن تكون بعيدة. المهم أن نكون في حدود اللغة
وكلمة اليوم التي يريدها هو حتى في اللغة العربية تطلق على الزمان الطويل، ليس المراد اليوم نفسه مثلا يوم الخميس. اليوم يطلق كما يقال يوم صفين ويوم حطين، فيطلق على المدة الطويلة، ويطلق أيضا على اليوم الذي هو من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا يقال له يوم. واليوم الطويل الذي يحدث فيه حدث كبير يقال له أيضا يوم. يمثل الغد الشيخ يمثله أيضا، سيعلمنا غدا نعم من الكذاب. نعم نعم، حتى الغد أيضا يطلق على اليوم الذي بعد يومنا، ويطلق أيضا على كل ما كان وراء هذا اليوم الذي نحن فيه. مستحيل. خير إن شاء الله. شكرا لك. ولعله يأتي إن شاء الله وقت أيضا نشير إلى هذا بمعنى أوسع إن شاء الله. خير خير إن شاء الله. الكلمة الأخيرة لكم شيخنا قبل الختام، الله يحفظكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونواصلنا وجل أحكامنا وذهبه. اللهم آمين. شكر الله لكم الأستاذ الدكتور الشيخ عبد العزيز بن علي الحربي، رئيس مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية في مكة المكرمة، وأستاذ علم القراءات والتفسير بجامعة أم القرى، وخطيب جامعة تخصصي في مكة. شكر الله لكم شيخنا على ما أفضتم وأفدتم في ثنايا هذه الحلقة حول ما بدأتموه من سورة الذاريات، ولعلنا إن شاء الله في اللقاءات القادمة نستكمل هذه الآيات المباركات من القرآن العظيم. أيضا أنتم مستمعينا الكرام، الشكر موصول لكم على طيب المتابعة والإنصات، حتى ألقاكم إن شاء الله في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. هذه طيب تحية مني محمد القرني وأخي مصطفى الصحفي من الإخراج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أضواء البيان، البرنامج يكشف عن أسرار العربية والبيان من خلال القرآن الكريم وكلام البلغاء، كما أنه ينبه على بعض الأغلاط الشائعة، ويعرض إلى طائفة من الفتاوى اللغوية. أضواء البيان يأتيكم مباشرة الخميس عند الرابعة عصرا، ويعاد الأحد عند الحادية عشرة صباحا. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.